الشوط السادس وهو الشوط الخاص بالثنايا الابكار المهجنات الاصايل بشعارات ابناء القبائل اللي تعلن الانطلاق والتحدي والاثاره في صباح هذا اليوم على ارضيه هذا الميدان، ميدان المرموم تحفه الميادين بدانه الدنيا دبي ومسافه 8 كيلومترات الحاضره مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع المتميز. نسير بالصداره، نتابع بدايه هذا الشوط، نتابع المقدمه، نتابع الاندفاع المتميز، الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الامتار الاولى اللي قادت المجموعه وانطلقت بناموس هذا الشوط مع هذا الاندفاع المتميز ومع هذا الانطلاق الرائع. نتابع الصداره، نتابع البدايه والمقدمه والانطلاق المتميز. رهني الشاهينيه لسعيد بن سهيل بن حارب العميمي على مقدمه هذا الشوط منذ البداية، تنطلق بالمقدمة تليها الجزيرة مع المركز الثاني، الجزيرة مع المركز الثاني لهزاع بن مطر بن محمد المنصوري يتقدم مع المركز الثاني. ثالث التحديات، الانطلاق القادم في هذه اللحظات للصيادة من بدأت تتسلل مع المركز الثالث سالم بن عيد بن عبيد المهيري متابعا لانطلاقة الصيادة، ومع المركز الرابع الظبي سالم بن علي بن سعيد البريص المري الدور دور المركز الخامس، وأرى التقدم والانطلاق من الوارية لمحمد بن صالح بن حمد القمرة متابعا منطلقا مندفعا مع هذا التحدي المثير، ومع المركز السادس المركز السادس الحذافة لمكتوب بشيبة السبوسي من يتابع انطلاقة الحذافة مع المركز السادس. وسابع التحديات، التقدم الانطلاق من الشامخة لناصر بن فهاد بن محمد الهاجري متابعا لانطلاقة الشامخة من بدأت تتسلل مع المركز السابع ومع المركز الثامن. القدوم في هذه اللحظات من غزل لمايد بن أحمد بن مايد الأخيلي متابعا لهذا الانطلاق ومع المركز التاسع. المركز التاسع نتابع ارتياد لسهير بن عبيد بن يميع من يتابع انطلاقة ارتياد مع المركز التاسع. وعاشر التحديات، الانطلاق القادم، التحدي القادم، نتابع التسلل، نتابع وعد لناصر بن راشد بن سعيد الجابري من يتابع انطلاقة وعد من بدأت تتقدم وتنطلق مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسهام المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط مع هذا التحدي المثير ومع هذا الانطلاق الرائع. لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع البداية، مع المقدمة، مع الاندفاع المثير، مع الانطلاق الرائع في صباح هذا اليوم. التحديات مثيرة، وأرهني الشاهيني أرى الشاهينية على رأس الحربة منذ البداية. يا الشوط تنطلق بناموس هذا الشوط، سعيد بن سهير بن حارب العميمي من يتابع انطلاق الشاهينية، ولكن أرى الضغط المستمر على المقدمة. نتابع الجزيرة لهزاع بن مطر بن محمد المنصوري من يتابع انطلاقة الجزيرة مع المركز الثاني وتحدياتها المستمرة على المقدمة. المركز الثالث نتابع الظبي مع المركز الثالث لسالم بن علي بن سعيد البريص المري متابعا لانطلاقة الظبي مع المركز الثالث ومع المركز الرابع. القدوم، التحديات للوارية لمحمد بن صالح بن حمد القمرة، والتقدم أيضا مع المركز الخامس. نتابع الصيادة، سالم بن عيد بن عبيد المهيري متابعا لانطلاقة الصيادة مع المركز الخامس. الكوكبة خماسية على مقدمة هذا الشوط، ومع المركز السادس أرى القدوم الانطلاق من الحذافة بشعار مكتوم بالشيبة السبوسي من يتابع انطلاقة الحذافة مع المركز السادس ومع المركز السابع. من الجانب
الجانب الآخر، من الجانب الآخر نتابع الانطلاق، نتابع التحدي للشامخة لناصر بن فهد بن محمد الهاجري، من يتابع هذا الانطلاق المثير مع المركز السابع في هذا التحدي الجميل، ومع المركز الثامن، مع المركز الثامن نتابع غزل تتسلل في هذه اللحظات مع المركز الثامن لمايد بن أحمد بن مايد الأخيري، متابعا منطلقا مندفعا في هذا التحدي المثير وارتياد، تتسلل تنطلق مع المركز التاسع بالشعار أيضا السهيل بن عبيد بن يميع، من يتابع، من يتابع هذا الانطلاق المثير مع المركز التاسع وعاشر التحديات، المركز العاشر القدوم في هذه اللحظات، نتابع اليمامة، نتابع اليمامة مع المركز العاشر وسعيد بن محمد بن سعيد العامري، من يتابع انطلاقة اليمامة مع المركز العاشر، هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط، ولكن لنا عودة، لنا عودة مع الصدارة، مع البداية، مع المقدمة، ما شاء الله تبارك الله، التحديات مثيرة والانطلاقات رائعة في هذا الصباح الجميل مع هذا الانطلاق، مع هذا السن، سن الثنايا. إن سألت عن موقعنا فنحن نعاد الحزام الغابات على اليمين مع هذا الانطلاق المثير، مع هذا الاندفاع شيق، الصدارة والمقدمة والتغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط، نتابع الجزيرة، نتابع الجزيرة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط في هذا الاندفاع الجميل، بهذا الاندفاع الرائع، الجزيرة وهزاع بن مطر بن محمد المنصوري، من يتابع، من يتابع انطلاقة الجزيرة، ولكن الشاهينية بقمة التحدي والإثارة منذ البداية، منذ البداية صلب التنافس والتحدي والإثارة بشعار سعيد بن سهيل بن حارب العميمي، من يتابع انطلاق الشاهينية مع المركز الثاني، المركز الثالث أرهني الضبي للسالم بن علي بن سعيد البريس المري، من يتابع انطلاقة الضبي مع المركز الثالث ومع المركز الرابع، المركز الرابع أرهني الصيادة مع المركز الرابع بشعار أيضا سالم بن عيد بن عبيد المهيري، الشاعر ينطلق، ينطلق مع الصيادة، مع تحدياتها، مع انطلاقاتها المثيرة، ولكن غزل بدأت تتسلل، بدأت تنطلق مع المركز الخامس، شعار مايد بن أحمد بن مايد الأخيري، متابعا منطلقا مندفعا بهذا التحدي المثير مع الانطلاق الجميل، ومع المركز السادس، المركز السادس ننطلق مع الوارية لمحمد بن صالح بن حمد القمرة، وأرى القدوم، أرى القدوم، نتابع، نتابع التسلل القادم، نتابع الشامخة وناصر بن فهد بن محمد الهاجري، متابعا، متابعا لانطلاقة الشامخة وتحدياتها الجميلة مع المركز السابع، ثامن التحديات أرهني الحذافة مكتوم بالشيبة السبوسي، من يتابع انطلاقة الحذافة مع المركز الثامن، المركز التاسع وصلت ارتياد مع المركز التاسع، مع المركز التاسع لسهيل بن عبيد بن يميع، من يتابع انطلاقة ارتياد مع المركز التاسع وعاشرا، مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع، نتابع اليمامة، نتابع اليمامة لسعيد بن محمد بن سعيد العامري، ينطلق مع المركز العاشر، مغادرتنا للوحة الاثنين كيلومترات، ما شاء الله تبارك الله، الاتجاه السليم والصحيح الى خط النهاية، غادرنا بوابة المدرج، بدينا، بدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط، والجزيرة تسيطر، تسيطر على المقدمة، تندفع بناموس هذا الشوط في هذا الاندفاع المثير، هزاع بن مطر المنصوري، من يتابع، من يتابع انطلاقة الجزيرة، ولكن الظبي مع المركز الثاني لسالم بن علي بن سعيد البريس المري، من يتابع انطلاقة الضبي، غزل من الجانب الآخر أيضا تتقدم، تشق طريقها إلى الانتصار، مايد بن أحمد بن مايد الخيالي، من يتابع، من يتابع انطلاقة أيضا وتحديات غزل، من بدأت تنطلق مع المركز الثالث، رابع التحديات رهني الشاهينية لسعيد بن سهيل بن حارب العميمي، متابعا لانطلاق الشاهينية، وأرى الصيادة مع المركز
الخامس سالم بن عيد بن عبيد المهيري وارتيات قادمة بكل قوة للسيد بن عبيد بن يميع من يتابع انطلاقة ارتياد من بدأت تنطلق مع المراكز المتقدمة مع لوحة الإعلان 1200 ما تبقى عن خط النهاية والشاهينية انطلقت بمقدمة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله التحديات مثيرة. الشاهينية قادت المجموعة ولكن غزل من الجانب الآخر بدأت تغازر الصدارة بدأت تناجي المقدمة. مايد بن أحمد بن مايد الأخيلي متابعا منطلقا مع غزل. المركز الثاني الشاهينية تنطلق بتحديات سعيد بن سهيل بن حارب العميمي وارتياد مع المركز الثالث لسهيل بن عبيد بن يميع. القدوم والتحديات ما شاء الله. النايفة لسعيد بن مطر بن محمد الربيثي تتسلل بأول ندى تنطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع الجزيرة مع المركز الخامس لهزاع بن مطر بن محمد المنصوري ونعود مع الصدارة. نتابع البداية الشاهينية وغزل. غزل والشاهينية اللحظات الأخيرة ما شاء الله تبارك الله. جولة الأوامر النهاية. غزل انطلقت بناموس هذا الشوط في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية بشعار مايد بن أحمد بن مايد الخيلي. الشاهينية تحاول الضغط المستمر على المقدمة والتحديات ما بين الشاهينية ما بين غزل والشاهينية ولكن غزل بدأت تناجي المقدمة بدأت تباعد في اللحظات الأخيرة. سلام رماح سلام اسعدت صباحا تهانينا لمايد بن احمد بن مايد الخيالي على فوز غزل بالمركز الاول. المركز الثاني الشاهينية سعيد بن سهيل بن حرب العميمي. المركز الثالث تاتي ارتياد لسهيل بن عبيد بن يميع. المركز الرابع وعد لناصر بن راشد بن سعيد الجابري ومع المركز الخامس تصل النايفة لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي. يصل مع المركز الخامس هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس الأسهام المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. ولكن نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول غزل إلى خط النهاية تأتي بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 54 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لأحمد بن مايد الثانيين لمايد بن احمد بن مايد الخيالي على فوز غزل بالمركز الاول بينما اللي وصلت مع المركز الثاني 12 دقيقه 55 ثانيه اربع اجزاء من الثانيه اللي هي الشاهينيه لسعيد بن سهيل بن حارب العميمي. وارتياد تصل مع المركز الثالث وتاتي ايضا بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقه 58 ثانيه جزء واحد من الثانيه. تهانينا لسهيل بن عبيد بن يميع.